شريت لوتو بقيمة 10 مليون ليرة وطلعوا 1250 ورقة، جايزة لليوم 17 مليار ليرة، إذا مستر بيس عمله علينا نحن ما فينا نعملها كمان. حبيبي مستر بيس دفع مليون دولار، أنت دافع 10 مليون ليرة؟ تعال برا. وهيك بتصير الخبرية، باخذ ورقة هون بعمل لها سكان، بتقول لي إنه ما ربحت شيء، تاني ورقة خسرتها كمان، كمان خسرتها، كمان خسرت، بعدها كمان خسرتها، يعني لهلا صرت دافع 40,000 ربحان صفر. حيمشي الحال هيك. قول لك، قول لك، جايز بدنا نربح الجايزة الكبيرة. إيه بدنا نربحها ضروري. هلا صار وقت زيد اكثر عالم، صرنا اربع اشخاص هلا وهلا صار وقت نربح 17 مليار كلهم. حطوا ايديكم هون، حطوا ايديكم هون. ايه على 3 2 1 كلنا بنصرف 17 مليار. صح 3 2 1 17 مليار. يلا بلشوا. انا ما معكم اوراق. اصغر جائزه هي 32,000 اذا بتجيبوا 3 ارقام، والحسابات بتقول انه اذا ربحت بس ربع الاوراق اصغر جائزه برجع ال 10 مليون تبعي. اذا حدا منكم ربح الجائزه الكبيره بتقولوا لي. ايه انسى يا اكيد انا ما لك شيء. خلص صدقتكم كملوا. صفر عم بسمع صفر وكل شوي قلبي عم بفوت بالغموض اكثر. لهلا صرت دافع 300. في حدا هو يصرخ صفر بقى بدي اسمع شيء ارقام ربح. لهلا صرت دافع 392,000 وربحان صفر. سؤال، شو كنت تعمل بال 10 مليون بدل ما تمسك فيهم لوتو مثل الاهبل؟ كثير شفت قديه؟ صفر 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 صفر. هذا هون بس كرمال هيك تتحمسوا شوي. ايه دولارات كاش. 32,000. صفر جايز. هذا 100 دولار كمان لنا اديشن. اذا هلا صرت دافع 944,000 ليره وربحان 64,000 بس، يعني طالع ب خسارة بعتقد. صفر 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 صفر. نعم واخيرا وصلنا على مليون ليرة صرت صرفهم وربحان بس 96,000، يعني اذا كمل هيك حاربح بالاخر 952,000. يعني حكون خسران 9 مليون. جايز هلا حدا منكم حيربح 32,000 تقفع هيدا. يلا يلا مين حيربح 32,000؟ ام 17 مليار؟ ربحت 32,000. خذوا بريك وطلعوا شوي لبرا. خذوا بريك وطلعوا برا. جايز هلا صرت دافع 3 مليون و694,000 ربحان 416,000 بس، فخسرانين كثير. مشان هيك قررت انه ملي الاوضه قصص بتجيب الحظ. يقول الرقم الاحمر بجيب الحظ، وهول الاخبار كلهم بجيبوا حظ. وجبت هول للشباب بدي اوزع لهم اياهم هلا. هلا روح ربح 17 مليون. هلا روح. نلعب لعبه هلا. انتوا فريق وانتوا فريق. في عندي 10 اسئله هون، الفريق اللي بيربح بيطلع له 100 ورقه لوتو وكل شيء بيربحوه الورق والورق الا الجائزه الاولى. بلوتوفوبيا هي خوف شو؟ انا قبل كوكب بلوتو. لا غلط. خوف من ثلاثه صح. هيدا الخوف اللي احنا ما بدنا اياه هون. مين ربح كاس العالم ب 2002؟ برازيل. صح. شو اكبر دوله بالشرق الاوسط؟ السعودية. صح. كم سبسكرايبر عندي؟ اقرب رقم 27,000. 29. لا عم يطلع بسرعة كثير. ليش في فتحة بطبقة قلم البيك؟ ليتنفس الحدا. لا غلط. خلص خسرته. كرمال إذا حدا بلع بطبقة يقدر يضل يتنفس. شو أصغر جايزة فيك تربحها باللوتو؟ 32,000. صح. شو أطيب بيج ماك أم بيج تيستي؟ بيج تيستي. صح. إذا صاحبتك سألتك مبينة ناصحة بهالتياب شو بتجاوب؟ مين اكثر شخص عنده سبسكرايبرز بالعالم العربي؟ اخر سؤال، اللي بيربح بيطلع له 100 ورقه لوتو وكل شيء بقلبه. قد ايه حقها ورقه لوتو الوحده؟ واحد لابس بالرايطه واحد عمره 70 سنه، يعني شو عم تعمل؟ هولي 100 ورقه لوتو لكم. صفلوا قد ما صرتكم تفتحوهم. I
كان بيود انه يكون في هون مكتوب 17 مليار. جايز هلا صرت دافع تقريبا 6 مليون على الفيديو وربحان 694 الف بس، يعني خسران 6 مليون. صفر. كل اللي بدي اياه منكم انه تعملوا سبسكرايب لانه هدفي اوصل ل 100 الف قبل اخر السنه، وعبالي فرجة انه اذا بتشتغلوا بتعملوا فيديوهات حلوين فيكم توصلوا حتى لو يوتيوب صعب حتى لو بلبنان. 100 الف قبل اخر السنه سبسكرايب. جايز اعملوا سبسكرايب لبسيط كمان لحقي الشانل تبعه هون شي محل. سبسكرايب شباب. بسيط انت لهلا اقل واحد ربحان بين الشباب كله. لا 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 شو ضعيف ليك ليك سيف سيف مطلع لي مصرياتي كلهم سيف. اللي بعرف فيه من اصغر 10 مليون هن هلا 10 ورا. طول شيك انت ورا شيك انت ورا شيك انت ورا. صفر 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 صفر. من 10 مليون بعد معنا ورقه واحده بس اللي هي جايز من اصل 10 مليون ربحنا بس 1,428,000. يلا جايز سبسكرايب باي.